بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 28 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات من هناك، تقول المرسلة ميم دال دال. أختنا تقول: أنا أسكن مع أهل زوجي في بيت واحد، وطعامنا وشرابنا مشترك، فهل تعتبر جلستي معهم جلسة منكرة، مع العلم أن لزوجي ثلاثة إخوة شباب في المنزل، فما هو توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. شيء طيب أن تجتمع الأسرة في بيت واحد من الإخوة والأخوات وزوجات الإخوة والأبوان، لأن ذلك أقرب للتآلف وصلة الرحم والتعاون على البر والتقوى. وأما قضية الجلوس مع إخواني أو في مجلس فيه إخوان زوجتي فلا بأس بذلك، بشرط أن تكوني مستترة بالحجاب الشرعي الكامل بما في ذلك تغطية الوجه والكفين وسائر أطراف البدن، وأن تكوني في مجلس منعزل عن اختلاط، أن تكوني على طرف جانب من المجلس، فلا بأس بالاجتماع في مجلس واحد وتحدث فيما بينكم، لأن ذلك من ما يبعث على الانبساط والسرور في الأسرة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حول الحجاب أيضا تسأل في صالح وتقول: ما حكم حجاب المرأة وتغطية وجهها وارتداء القفازات في الإسلام، وهل صحيح أن لباس المرأة المسلمة هو الأسود، وما الإثبات على ذلك من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أما لباس المرأة هو ما جرت عادة النساء لبسه في كل بلد ومجتمع، بحسب أن تلبس ما يختص بالنساء، ولا يختص ذلك بأسود ولا بأي لون كان إلا اللون المختص بالرجال، فلا تلبسه، وإنما تلبس ما جرت عادة النساء بلبسه غير متقيدة بالأسود أو غيره. وأما الحجاب الشرعي فإنه تغطية جميع الجسم عن الرجال غير المحارم، أن تستر وجهها وكفيها وشعرها وجميع بدنها بالستر الذاتي الذي ليس فيه زينة ولا ما يدعو إلى الفتنة، هذا هو حجاب المرأة المسلمة. وإذا لبست على كفيها القفازين فلا بأس بذلك لأنهما من الستر، وإن غطت كفيها بثوبها أو عباءتها كفى ذلك، المهم أنها تغطي كفيها عن الرجال الأجانب، إلا في حالة الإحرام إذا كانت المرأة محرمة فإنها نهيت عن لبس القفازين لأنهما مختصان بالكفين ومحيطان أو مؤمن في جال الكفين، ولكن يجب عليها أن تغطي كفيها عن الرجال بثوبها وهي محرمة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز كشف أخمص القدمين عند المرأة أثناء الصلاة؟ لا، المرأة لها لباس في الصلاة يختلف عن لباسها خارج الصلاة، لباسها في الصلاة يجب أن يضفي على جميع بدنها إلا الوجه إذا لم يكن عندها رجال أجانب يعني غير محارم لها، فإذا لم يكن عندها رجال أجانب فإنها تكشف وجهها في الصلاة، إذا كان عندها نساء أو كان عندها رجال من محارمها فإنها تكشف وجهها فقط في الصلاة، وأما باقي بدنها فإنها تستره. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من طرابلس وباعثها أحد الإخوة، يقول: أخوكم في الله عبد الصافق عبد الجبار يونس، يقول: أنا شاب في الثلاثين من عمري، كنت أصلي صلوات الخمس منذ أن كنت في الرابع عشر من عمري، ولكنني كنت أصليها أحياء
أحيانا قضاء وأحيانا حاضرة وأحيانا أتحرك كثيرا وأعبث وأحيانا لا أجهر في الجهرية ولا أعرف كيفية صلاة المسبوق ولا سجود السهو وكذلك قم. وهذا الذي يحيرني أكثر، أصلي الصبح ركعتين فأتشهد في الركعة الأولى وأتشهد في الركعة الثانية. المهم أنني أصلي حسب معرفتي لأنني لم أكن أتقن العلوم الشرعية، والآن والحمد لله تبت إلى الله منذ السنة الماضية وتعلمت الأحكام الشرعية، ولكن ما يقلقني فعلا هو السنوات الماضية. هل أعيد ما صليته طيلة السنوات الماضية بحكم أنني كافر أم لا قضاء علي؟ وهل صلاة الصبح في السنوات الماضية بالطريقة التي ذكرت صحيحة ويجب علي القضاء أيضا؟ أرجو إفادة مأجورين، جزاكم الله خيرا. أولا يجب على المسلم أن يتعلم أحكام دينه من صلاته وغيرها، وأن لا يقتصر أو يكتفي بما جرت العادة به أو يقلد الجهال أو لا يسأل أهل العلم. الواجب على المسلم أن يهتم بأمور دينه وأن يتعلم إما عن طريق الدراسة وإما عن طريق السؤال لأهل العلم. قال الله تعالى: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أن يبقى الإنسان في جهله ويؤدي العبادات على رسم العادة والتقليد بدون فقه ومعرفة لأحكام الشريعة فإن هذا لا يجوز من المسلم. والتعليم ميسر ولله الحمد لمن اهتم به، كذلك سؤال أهل العلم ميسر إما بالمشافهة وإما بالكتابة وإما بالمكالمة التلفون، فهذا أمر ميسر لكن تاج الاهتمام. كما جرى من السائل طيلة المدة السابقة من أنه يصلي على غير الكيفية الشرعية فهذا أمر خطأ، ولكن نظرا لجهله وأنه صلى وأدى الصلاة حسب استطاعته صلاته صحيحة إن شاء الله وليس هو بكافر، لأنه أدى الصلاة بقدر جهده ومعرفته، وإن كان قصر في كونه لم يسأل ولم يبحث فصلاته بما مضى نرجو أن تكون مجزية وأنه معلوم بالجهل. ولأن إعادة جميع الصلوات الماضية في وقت قد تطاول هذا مما يشق ويكلف الإنسان ما لا يطيق، لكن عليه بالمحافظة على الصلاة في المستقبل، عليه أيضا بالتفقه في دينه معرفة أحكام صلاته عبادته على وجه المشروع، وأن لا يستمر في جهله وإغراقه في التقليد الأعمى. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح لاحظوا هذا الاسم عبد الصافق، هل من تعليق؟ جزاكم الله خيرا. هذا اسم لا يجوز وليس من أسماء الله صافق، ولكن ثبت أن الله جل وعلا يسخط على أعدائه الكفار ويغضب عليهم، فهذه صفات أفعال وهي في غاية العدل والحكمة. وأما أن يشتق له اسم من هذه الأفعال فيقال الصافق والغاضب فهذا لا يجوز. لا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا تنصحونه بتغيير الاسم صالح؟ نعم، يجب عليه أن يغير الاسم، أن يقول مثلا عبد الجليل أو عبد الكريم أو عبد الله، لأن جاء في الحديث أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، فيغير اسمه إلى الاسم الطيب. جزاكم الله خيرا. ما هي حدود الحديث مع النساء الأجنبيات؟ جزاكم الله خيرا. حدود الحديث مع المرأة الأجنبية أن يكون بقدر الحاجة، أن يكون التكليف لها بقدر الحاجة، كسؤالها عن شيء فيه مصلحة من بيع أو شراء، أو سؤالها عن شخص هل هو موجود أو ليس بموجود وما شابه ذلك مما تدعو إليه المصالح، وألا يكون ذلك بتبسط من المرأة يطمع فيها الرجل أو بصوت فاسد، بل يكون بصوت عادي معروف، كما قال تعالى نساء نبيه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن: فلا تخلعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ونساء المؤمنين يقتدين بنساء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وفي غيره، وتكلم المرأة الرجال بقدر الحاجة وبصوت ليس فيه فتنة. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة من أحد الأخوة المستمعين، يقول المرسل: أخوكم في الله محمد، له قضية يقول فيها: لي جدة توفيت بحادث سيارة، وصاحب هذه السيارة لا نعرفه ولم نره من قبل هذا الحادث، وقام عمي بطلب الدية، فبعد وفاة جدتي فقام الرجل بدفع ذلك المبلغ، والحادث قضاء وقدر لم يكن متعمد، وأنا والدي متوفى قبل جدتي بسنتين فلم آخذ من هذه الدية شيء، وسؤالي: هل هذا المال حلال وطلب الدية جائز، علما أن لدي إخوة جميعهم قصر؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. أخذ الدية في قتل
الخطأ مما أباحه الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. والدية تكون على عاقلة القاتل وتكون لورثة القتيل، وأما الكفارة فإنها تكون على القاتل نفسه. وأما بالنسبة لكم أنت وإخوتك فلا لكم شيء في الدية، لأن والدكم توفي قبل جدتكم فأنتم محجوبون، أنتم محجوبون بعمكم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يرجو تفسير هذه الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، واعلموا أن الله غفور حليم. هذه الآية المطلقة البائن التي ليس لزوجها ومطلقها عليها رجعة، هذه تسمى بالبائن سواء كانت بينونة كبرى أو بينونة صغرى. ففي فترة العدة حرم الله التصريح بخطبتها وأجاز التعريف. التعريف أن يأتي بعبارة غير صريحة يفهم منها الرغبة، فيقول مثلا: إنني في مثلك لراغب، أو يقول: إنني أريد زوجة صالحة، أو ما أشبه ذلك. فتقول هي مثلا: إن قدر شيء كان، أو ما أشبه ذلك. أما أن يقول: إني أريد أن أتزوجك، أو أنا أخطبك، أو ما أشبه ذلك، فهذا حرام. قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فأباح التعريف ومفهومه تحريم التصريح، وذلك لأن العدة حرمة للمطلق الأول، السيد الأول، فلا يجوز لغيره أن يصرح بخطبتها ما دامت في عدتها، ولئلا يحملها ذلك على المسارعة في الإخبار بانقضاء عدتها. الله جل وعلا أباح التعريف بقوله: فلا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكلمتم في أنفسكم، لأن يكون الإنسان في نفسه رغبة في هذه المعتدة ويتزوجها بعد خروجها من العدة. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. هذا تأكيد لما سبق في أول الآية من تحريم التصريح في خطبة المعتدة أو ذكر الرغبة في الزواج بها أو ما أشبه ذلك من العبارات الصريحة. ثم قال تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح. هذا فيه تحريم العقد على المعتدة، فلا يجوز العقد على المعتدة إلا لمطلقها. الذي طلقها يجوز له أن يعقد عليها في العدة لأن العدة له، أما غيره فلا يجوز أن يعقد عليها، وإن عقد عليها فالعقد باطل في مدة العدة حتى تخرج من عدتها. فلا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب، حتى يبلغ الكتاب أجله، أي تنتهي العدة التي فرضها الله جل وعلا في كتابه الكريم. جزاكم الله خيرا. أيضا يسأل تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. الآية هذه الآية في سورة النور التي ذكر الله جل وعلا فيها الآداب الشرعية لصيانة البيوت وصيانة حرمات المسلمين وسد الطرق المفضية إلى الوقوع في المحظور الشرعي. ومن ذلك أنه أوجب الاستئذان على أهل البيوت قبل الدخول عليهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ثم ذكر أيضا استئذان الخدم، خدم الإنسان الذين يكونون عنده من مماليكه وأولاده الصغار: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. فأوجب الاستئذان على المماليك وعلى الصغار في حالات 3: حالات يكون المرء خاليا مع أهله، ويخشى أن يكون على حالة لا يجوز النظر إليه فيها مع أهله، في 3 فترات: يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، يعني في ذلك ملك اليمين من العزيز، والذين لم يبلغوا الحلم، يعني الأطفال الذين لم يبلغوا في التكليف 3 مرات. ثم بينهن سبحانه بقوله:
من بعد صلاة الفجر، هذه واحدة. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة يعني وقت القيلولة، من بعد صلاة العشاء يعني العشاء الآخرة يعني هذا وقت النوم. فهذه الحالات يجب الاستئذان على الإنسان مع أهله حتى ولو من الأطفال أو من ملك اليمين. ولا تعورات إنكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض. الذين في البيوت من الخدم والأطفال لا حرج عليهم في غير هذه الأحوال الثلاث من الدخول في الغرف وفي البيوت ما عدا هذه الحالات الثلاث. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، قد تتغير أحوال الناس فتصبح أوقات راحتهم تخالف ما هو موجود في الآية، هل ينتقل الحكم أيضا؟ لا ينتقل الحكم بحسب الأحوال. المهم أن السر في هذه الأوقات هو أن الإنسان يكون مع أهله خاليا، ربما يكون على حالة لا يجوز النظر إليه فيها، فإذا انتقل من هذه الفترة إلى فترة أخرى ينتقل الحكم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من خميس شيخ رسالة بعث بها أحد الإخوة يقول عبد الله بن عبد الرحمن، أخونا يسأل ويقول: في الصلاة إذا كنت مسبوقا في الصلاة بركعة أو ركعتين، سواء كانت هذه الصلاة والقراءة فيها سرية أو جهرية، كيف أتم الصلاة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. إذا سبقت لشيء من الصلاة بركعة أو ركعتين ثم دخلت مع الإمام إلى بقي، فإن ما تدركه مع الإمام هو أول الصلاة، ولا تقوم تطويه هو آخر الصلاة. فإنك إذا قمت تطوي ما سبقت به أنك تعتبره آخر صلاة، تسر فيه في القراءة إذا كان بعد التشهد الأول، وإن كان فيه إن سبقت بثلاث ركعات وأدركت ركعة من الرباعية فإنك تقوم بعد سلام الإمام وتأتي بركعة ثانية تعتبرها الركعة الثانية، تقرأ فيها بعد الفاتحة ثم تجلس للتشهد الأول، ثم تقوم وتأتي بركعتين تقرأ فيهما الفاتحة فقط، ثم تجلس للتشهد الأخير. الحاصل أن ما تدركه مع الإمام هو أول الصلاة، وما تقويه هو آخر الصلاة، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وأما رواية تقوى فيراد بها الإتمام، لأن القضاء يطلق ويراد به الإتمام، كما قال تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، يعني أتم خلقهن سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بالنسبة للصلاة النفلية سواء كانت بليل أو نهار، هل آتي بالسنن التي تلي صلاة الفرض مثل قراءة آية الكرسي أو التسبيح والتحميد والتكبير إلى آخره؟ جزاكم الله خيرا. يقول: بالنسبة للصلاة النفلية سواء كانت بليل أو نهار، هل آتي بالسنن التي تلي صلاة الفرض مثلا قراءة آية الكرسي أو التسبيح والتحميد والتكبير إلى آخره؟ جزاكم الله خيرا. لا، هذا الذكر هذا خاص بالفرائض، يتابع في أجزار الفرائض المكتوبة، وأما النوافل فلا يتابع في بعدها بهذا الذكر. لكن لا بأس أن الإنسان يكثر من الاستغفار والدعاء والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يقرأ ما تيسر من القرآن، يستعين بذكر الله لكن من غير ترتيب، إنما هذا الترتيب والتهليلات العشر والتكبير والتحميد والتسبيح كل مرة 33 وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا خاص بأدبار الفرائض. كذلك قراءة آية الكرسي هذا خاص بأدبار الفرائض. أما أدبار النوافل فالذكر بعدها مطلق، إن شاء أتى به وإن شاء ترك من غير تقييد في ذكر مخصوص أو عدد مخصوص. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن